السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. يطيب اللقاء في المحاضرة الأخيرة، المحاضرة 15 من كورس إنتاج البيوجاز. على مدار الحلقات السابقة تعرفنا عن البيوجاز وإنتاجه وحداته وإرشاداته. فيعني قد يتساءل البعض إيه وضع إنتاج البيوجاز عالميا؟ في الحقيقة تكنولوجيا إنتاج البيوجاز عالميا انتشرت بشكل كبير جدا، ويعني الدول والحكومات بتوليها شيء من الاهتمام، خاصة في الهند وفي الصين وأمريكا، وكل الدول الكبرى بتوليها اهتمام كبير، والأبحاث فيها شغالة عن كثب. ولينا يعني أصدقائنا اللي شغالين في هذا المجال تحديدا، ما شاء الله عز وجل، يعني الأبحاث في هذا المجال سرية وكل يوم في تطور كبير. أسباب انتشار البيوجاز عالميا كان عندي سبب. أولا سهولة التكنولوجيا اللي من خلالها أقدر أحصل على طاقة البيوجاز أو الوقود الحيوي، يبقى في سهولة في إنتاج الغاز الحيوي. الحاجة التانية إن هي مش محتاجة إن أنا يعني أعمل عملية ربط بالمدن زي الكهرباء مثلا عشان أربط من مدينة لمدينة تانية، لا، أنا عندي مكان حتى لو في صحراء ممكن أنتج الغاز ده، وممكن انتج كهرباء ومفيش اي مشكلة. فده كان سببين مهمين جدا في انتشار تكنولوجيا البيوجاز. وزي ما نشوف كده دولة زي المانيا، دولة متقدمة فيها اكتر من 6000 مصنع بينتج 11 جيجا واط في الساعة، بيمثل 12.6 من مصادر الطاقة المتجددة عموما. يبقى اذا في عملية احلال للطاقات المتجددة زي الطاقة الشمسية والرياح وطاقة البيوماس عموما، مكان الطاقات التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري. في الصين مثلا عندك أكثر من 12 مليون وحدة صغيرة في المنازل وفي المزارع بتعتمد على البيوجاز. في الهند العدد وصل ل 2 مليون وحدة. في باكستان بينتجوا مثلا كهرباء تعادل 3000 ميجا وات يوميا اعتمادا على تكنولوجيا البيوجاز. يبقى اذا الدول بتتسابق في هذه التكنولوجيا، ونسال الله عز وجل يعني مستقبلا ان احنا يكون لنا باع، خصيصا ان التكنولوجيا واساتذتها بفضل الله عز وجل متواجدين في كل الجامعات المصريه. اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى. يعني ختاما بتقدم بالشكر الجزيل الى اصحاب هذه المراجع اللي فادتنا كثيرا في شغلنا. اعتمدنا على مشروع انتاج الغاز الحيوي استاذ الدكتور محمود محمد عوض الله واستاذ الدكتور فتحي اسماعيل. اعتمدنا على دراسه انتاج الغاز الحيوي من النفايات العضويه في مركز الشرق الاوسط تكنولوجيا الملائمه، ومقرر القوى الزراعيه والطاقه محاضره عن انتاج البيوجاز لاستاذنا الدكتور مصطفى فهيم في زراعه عين شمس، جزاه الله عنا كل الخير. ثم عندنا دراسه حول مصانع الغاز والسماد الحيواني في بيوت الفلاحين، قام بها المهندس الزراعي نافع شاكر محمود. لهم منا جميعا جزيل الشكر والعرفان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر في مقرر جديد إن شاء الله عز وجل. أستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، وأسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالدتي ووالدي رحمهم الله عز وجل، وأن يبارك الله عز وجل لنا في علمنا وأسرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.